من إصدارات التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الشرقية. دان يا دنا ويا دنا لدان شبوها التاريخ وبلاد الشهامة مصنع الأبطال قاسين العزوم ذي حموها من حثالات الإمامة والعصابة ذي منوها الخصوم قدرها علي على سطح الغمامة واعتلى فوق الثريا والنجوم شبه التاريخ وبلاد الشهامة مصنع الأبطال قاسين العزوم ذي حموها من حجالات الإمامة والعصابة ذي مولها الخصوم قدرها علي على سطح الغمامة اعتلى فوق الثريا والنجوم احتوت كل المحاسن والوسامة واحتوى التاريخ يروي في العلوم صوتها دوري ومنهجها استقامة عذب جمهوري وابو ايمن حزامة البطل جحد الحان سم الخصوم نشهد انه جيد للجودة علامة خاضها من علا مفرق رضوم والعميد الشامي واجبنا احترامة قايد المحور سندنا بو هشوم عوض الدحبول يسعدنا اهتمامة عشرة زي الامن واخلاص يدوم والعقيل ذروة المجد وسنامة يدرون ارواحه بطلق صم بعزمة وانتظامة قادنا في بوم كسر العظم نشهد انه جهد نجح في مهامة قايد ومرجع من اكبر ثقم والوفيدي فعلة تسبق كلامة مشفر المقدام في يوم القدوم رجل دولة في حروبة في سلامة شامخ وعملاق يخشوها القزوم والتحية للنموذج في نظامة لا كمال لقوته وصل تزوم أثبت وجوده من شغله والتزامة غمته فوق الشوامخ والغيوم كل مخلص تثمر جهده همامه لو جاع الهم العمل فوق الهموم مثل بوجر راح تشهد له علامه مش بحجر تزكيته للختام والمناضل علي جاهز تماما قوته واصل على ظهر الطقم جاهز يحس أمني في دواما لا هنا عيشة ولا يهنى غنوم هكذا الأبطال لا يوم القيامة أعلى عزمه بأسمع عشر خوم أبشري يا شبوه